كهلة تونسية تثبت متلبسة بمحاولة غش خلال مطاردتها النجاح في البكالوريا. إليكم التفاصيل. في أول أيام انطلاق اختبارات البكالوريا ضبطت مترشحة بصفة فردية تبلغ من العمر 51 عاماً بشبهة غش في امتحان الفلسفة بعد إخفائها لوثائق كانت تحملها معها داخل القاعة في أحد معاهد ولاية نابل. الإعلام المحلي نقل عن مسؤول من المندوبية الجهوية للتربية أنه تم سحب الوثيقة التي كانت تحملها المترشحة مع تمكينها من مواصلة الامتحان دون التطرق إلى تسليط عقوبات على المترشحة أم لا. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بدورهم الخبر بشكل واسع وعبروا عن سخريتهم مما أقدمت عليه المترشحة. وكانت وزارة التربية قد أعلنت عن اتخاذ عدد من الإجراءات التي تخص تطوير مراقبة الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا لسنة 2024، وكان من نتائجها إحباط 54 حالة غش في الحصة الأولى من أول أيام الدورة الرئيسية.